وقف جنبي واتحبس علشاني والناس وقعوا بينا وقالوا له ان اتخليت عنه، انا لسه بحبه وعمري ما شفت في طيبته جدع عنده. بوسي حاولت تصالح جوزها هشام ربيع في العرافة، فيا ترى ايه الحكاية؟ جدل كبير اثرته المطربة بوسي بعد انفصالها عن زوجها التاني مصفف الشعر هشام ربيع، فبالرغم من تصريحاته القاسية ضدها لكن بوسي فاجأت الجمهور والمتابعين باعترافها انها لسه بتحب طليقها هشام ربيع، وكشفت مفاجآت عن طلاقهم عن بعض وانها نفسها ترجع له. مش بس كده، كمان حاولت تصالحه على الهواء قدام الجمهور كله في برنامج العرافة. البداية كانت مع ظهور بوسي في اول لقاء ليها بعد انفصالها عن مصفف الشعر هشام ربيع، فقدرت بوسي تكشف كواليس انفصالها عنه وترد على اللي هجموها وقالوا انها سرقت هشام من مراته. فردت بوسي وقالت جوازي منه ما كانش وقع وحشة زي ما الناس بتقول، هشام جوزي كان رجل محترم ولما اتجوزته كان مطلق، وانا ما اتجوزتش واحد متجوز وعمري ما طلبت منه يطلق مراته، انا متجوزة مطلقها واللي بيني وبين هشام كل خير وكل حب وانا حبيته وقعدت 7 سنين ما اتجوزتش علشان مش بتجوز غير راجل بحبه، ورجع لها بناء على طلبها وقبل علشان عياله لان انا عندي عيل، وقبلت علشان عياله لان انا عندي عيل. وفي الاول حصلت مشاكل وكنت رافضه، بس هو قال لي مش عايز ارجعها لكن علشان خاطر عيالي، وقال لي اقفي جنبي وانا صدقته، علشان كده سكت ووقفت جنبه ووافقت انه يرجعها. كمان بوسي اتكلمت عن فتره سجن هشام بسببها واكدت انه اتحبس لانه كان بيحاول يدافع عنها ويحميها من العصابه اللي كان عاملها طليقها وكانوا بيبتزوها وبياخدوا منها فلوس كل شويه، ولما حاول هشام يدافع عنها حبسوه زور، وانها حاولت تقف جنبه وتدعمه طول فتره وجوده في السجن، لكن الناس والمقربين منه حاولوا يقنعوه بالعكس وقالوا له ان بوسي ما وقفتش جنبه ولا حاجه وانها كانت عايشه حياتها وبتغني وبتعمل شغلها ولا فارق معاها ان هشام في الحبس ولا لا. وقالت بوسي المقربين منه وصلوا له حاجه تانيه بعد ما دخل السجن علشان ما كانوش حابين وجودنا مع بعض وكانوا بيوصلوا له كلام مش كويس وجات من المقربين، فطبيعي كان بيصدقهم، والحقيقه ان عمري ما سبت جوزي لانه دخل المشكله بسببي وكنت بطلع وبغني لان ده شغلي واكل عيشي مش علشان انا عايشه حياتي زي ما وصلوا له. ولما طلبت العالميه بسمة وهبة منها انها توجه رساله لهشام ربيع لعل وعسى ربنا يصلح الحال بينهم ويرجعوا لبعض. والغريبه ان بوسي فاجئت الجمهور وقررت تقول لهشام انها لسه بتحبه وباقي عليه رغم كل حاجه حصلت بينهم، وقالت له في رسالة لي يا هشام انت عارف ومتاكد ما شفتش حد وقف جنبي زيك ولا جدع زيك ولا في رجولتك، وانت فعلا تستاهل كل حاجه حلوه في الدنيا على قد ما انت كريم وطيب، انا ما شفتش حد في نظافتك وتربيتك ولا في طيبه قلبك وانت عارف اني لسه بحبك. لكن طلقها هشام ربيع لحد دلوقتي ما اداش اي رد فعل ورجع لمراته وعياله، فيا ترى بعد الكلام اللي قالته بوسي في برنامج العرافة ممكن يفكر يرجع لها تاني ولا لا؟ خلينا نشوف.